ضيفي الكريم من بغداد سعادة العميد عدنان الكناني الخبير الأمني. أهلا بك سعادة العميد. حياكم الله وحيا جمهوركم الكريم، حيا الله كذا قناتكم المحترمة. والله الله شرف لنا سيدي. سيادة العميد، ما الذي يمكن تطبيقه من توصيات دولة رئيس الوزراء العراقي الذي تحدث عن التفكير خارج الصندوق واللجوء إلى وسائل غير تقليدية في مواجهة فلول هذا التنظيم الإرهابي الشرس؟ ما الذي يمكن تطبيقه عمليا؟ القوى الأمنية العراقية هل هي مدربة على هذا النوع من العمليات؟ شوف عزيزي، انا راح اتحدث لك كرجل امن عملت الميدان وعملت في رجال الاستخبارات ومكافحه الارهاب وقارع عن التنظيم، وبالتالي اكتسبنا خبرات ميدانيه. نحن ما كنا لدينا نمتلك خبرات ميدانيه قبل ما يعني قبل 2003، لكنه بعد 2003 كان هناك تصاعد بالعمليات الارهابيه، وشيئا فشيئا في الميدان تعلمنا بعض الحركات وبعض الاجراءات، وثم اصبحت لدينا خبره متراكمه وأصبحت لدينا دراسات، إضافة إلى لدينا معاهد اليوم معنية بالتدريس في مجال فن الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ومعالجة والتعامل مع الفلايا الإجرامية والإرهابية وكيف تجديد المصادر والتعامل مع المصادر، وأيضا هنالك الدوائر المعنية بجمع وتحليل المعلومات وتقاطعها وإدخالها في دورة استخباراتية، ثم التحليل وأيضا خروج بمعلومات والخروج بخلاصة وأعضاء ظاهر وتحرك القطاعات العسكرية. لكن عموما نتحدث في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، لأن هي المعركة معركة استخباراتية ومعركة توقيت. القطاعات العسكرية عبارة عن أملاك كبير بيده مطرقها، لكن عقله وعيونهم رجال الاستخبارات. اليوم عندنا مجالين في الاستخبارات، عندنا استخبارات في الميدان وهذا واجب الاستخبارات العسكرية والاستخبارات في الشرطة الاتحادية، وعندنا الاستخبارات ومكافحة الإرهاب اللي هي تعمل في المدن والقصبات والنواحي والقرى والأرياف، وهذا تقوم به وزارة الداخلية العراقية، وهنالك رجال أكفاء يعملون بمهنية واحترافية واسترخصوا دماءهم من أجل الوطن. دولة رئيس الوزراء يراهن على الوطنيين وعلى الشرفاء وعلى الفنيين والمحترفين وأبناء الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، هم الذين يجدون الحلول وهم الذين يتعاملون مع التنظيم، وهم اليوم ند للتنظيم، واستطاعت عناصر الاستخبارات استطاعوا ان يقوموا بحركات راقيه جدا وراعيه، استطعنا من تجنيد عناصر استخباراتيه، عفوا عناصر من التنظيم، استطعنا من زرع عناصر من التنظيم عناصر من الاستخبارات في التنظيم، استطعنا ان نجند الكثير، استطعنا ان نقوم بعمليات توعيه انتقائيه على القيادات التنظيم، واستطعنا من الاطاحه بكبار رجال التنظيم داخل العراق وخارج حدود العراق،